متسطح، لا رغبة لي في النوم. بلى، هناك نوع من الأفكار التي لا تأتي إلا في هذه اللحظة، والتي هي سر النجاح. لذلك أستند على أفكاري وأنظر إلى الأعلى، أراها تتشكل وترتسم في هيئتها التي أريد عليها، أراها تتمحور حول حلم واحد يلوح لي بمعنى. لا تستسلم، واصل طريقك، وستصل إلي الآن أو بعد حين. فإن طال الزمان أو قصر ستدنو مني حتما، فأنت الذي قلت سأسير يوما ما أريد، سأسير يوما ما أريد. يوسف هبول.